معنا هاتفيا من اسطنبول سيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك سيد مصطفى. إذا مجلس النواب دعا إلى جلسة استثنائية لمناقشة تزوير الانتخابات وإلغاء النتائج، هل من الممكن برأيك إعادة الانتخابات وما انعكاسات ذلك على المشهد السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. حياك الله. لو كان هناك حرص حقيقي على مسار الأمور في العراق وتحقيق الأمن والاستقرار لتم إعادة الاقتراع بعد كل هذا الكم الهائل من الاعتراضات من جميع الجهات السياسية الضالعة في مشروع الاحتلال السياسي، وليس من قبل المعارضين أو مناهضي العملية السياسية. الآن كل الأطراف المشتركة في المشروع الاحتلالي تعترف بحصول التزوير الهائل وحصول القروءات الهائلة، والكل يطالب بمخرج لهذا الحدث الذي حصل في العراق، لكن لا أحد حريص على فعلا، هم مجرد يعني مطالبات إعلامية وليس هناك حرص على مسار على تحقيق الاستقرار في العراق. يعني إلى أي مدى تتحمل المفوضية مسؤولية ما حدث من عملية تزوير وخروق؟ لا شك أن المفوضية باعتبارها أداة تنفيذية مشرفة على موضوع الانتخابات في العراق تتحمل قدرها في حجم مسؤوليتها عن هذا الموضوع، لكن من يتحمل الأساس في هذا الوزر الأساس في هذا الذي حصل هو الكتل السياسية والأحزاب والشخصيات التي تتصارع منذ 15 سنة على المناصب، ولا يهمها لا تحقيق الديمقراطية ولا كما تزعم ولا تحقيق الأمن والاستقرار في العراق. هم وجدوا في العراق أو في المناصب في العراق فرصة للحصول على الأموال والنفوذ وتحقيق المشاريع الأجنبية التي تقف وراءهم، ولا يهمهم تحقيق مصالح الشعب العراقي. وبالتالي فإن هذه المفوضية غير المستقلة، وأقول غير المستقلة لأنها حاصصة حزبيا وطائفيا وعرقيا، مسؤولة بقدر ما على الذي جرى، ولكن الأشخاص والأحزاب وكل المشروع السياسي الاحتلالي ضالع في هذه عملية التزوير هذه. من أجل ذلك هناك تظاهرات أمام مقر مفوضية الانتخابات للمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا، في المقابل الفائزون لهم أنصارهم وهم مستعدون للوقوف أمام تغيير هذه النتائج، هل من الممكن أن تصل الأمور للصدام؟ قد تحصل بعض الصدامات المحدودة، ولكن انفلات الأمور لن يحدث، لأن جميع هناك من يضبط حركتهم ولا يسمح بانفلات الأمور، إن انفلات الأمور تعني فعلا يعني سقوط المشروع السياسي الاحتلالي. ولا شك أن أمريكا وإيران اللتان تقفان وراء المشروع السياسي الاحتلالي لن تسمح بسقوطه بهذا الشكل. وهذا ما صرح به هوشيار زيباري، حذر مما سماه فوضى عارمة إذا ألغيت نتائج الانتخابات، هل يفهم من تحذير زيباري أن الكتلة الفائزة يعني تعد العدة لحماية نتائج الانتخابات، لا سيما أن لدى هذه الكتل الفائزة ميليشيات مسلحة؟ يعني هو العمل السياسي في العراق كما يسمى، طبعا هو ليس عملا سياسيا، العمل السياسي في العراق منذ احتلاله دائما مصحوب بالعمل الميليشياوي والعمل الإرهابي وباللصوصية، وبالتالي يمكن أن نتوقع كل الإجرام وكل الوسائل الخسيسة التي يحاول هذا الطرف أو ذاك حماية المكاسب الغير مشروعة التي حصل عليها. أخيرا، إذا ماذا بقي لشركاء العملية السياسية لكي يقدموه مع هذه الفضائح المتتالية التي كشفتها الانتخابات الأخيرة؟ هم لم يقدموا أصلا للشعب العراق شيئا إيجابيا يذكر. كل الذي قدموه عبر مسيرة 15 عاما منذ احتلال العراق هو القتل والسرقة والتزوير واختلاس الأموال، وبالتالي وتعذيب المعتقلين والأسرى، وبالتالي
لن يحصل شعب العراق منهم على شيء، هم ليس لديهم شيء ايجابي يقدمونه لشعب العراق. المشروع الاحتلالي الذي اوكل لعملائهم لعملاء الاحتلال الذين الضالعين في العملية السياسية هو مشروع تدميري بالكامل. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر السيد مصطفى كامل.